مساء الفل يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. ويا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. طبعا كلنا عارفين إن الظروف كلها مش مواتية لأي حاجة، وأنا عارف مدى القلق اللي كلنا عايشين فيه والحيرة. أكيد كلنا، حتى يعني مش على مستواكم بس، على مستوانا احنا كمان كل واحد فينا مش عارف هو السنة دي هتمشي إزاي ولا هتتعامل إزاي. لكن في اعتقادي ان الامور ان شاء الله هتبقى ماشيه. يعني اعتقد ان هي سنه، هي فرصه بالنسبه لكم، فرصه تشوفوا شكل جديد من التعليم، فرصه تاخدوا بريك من حاجات كتيره، فرصه تراجعوا حاجات كتيره، ويبقى في بيسموها التعليم الليرنينج هو اللي هو السائد فيه. من ضمن الحاجات الكويسه في السنه، ما اعتقدش ان حد هيسقط في اي ماده. يعني تفائلوا، لأن لما تبقى الظروف مش مواتية، لما يبقى المجتمع كله عايش في مرحلة قلق، أكيد مش هنبقى إحنا والظروف على الطلبة يعني. فاللي أنا متأكد منه في وسط عالم اللي هو إحنا مش متأكدين من أي حاجة، اللي أنا متأكد منه تماما إن الدرجات هتبقى كويسة، مش في مادتي بس، أنا بتكلم في المطلق في المواد كلها. مش هنظلم أي طالب، هنراعي دايما الظروف اللي خلت الناس كلها تبقى شغالة بهذا الشكل. اللي أنا محتاجه له شوية هدوء، ما يبقاش حد قلقان من أي حاجة، ما حدش يشعر إن الدنيا مظلمة أو الدنيا صعبة. أنا عارف إن الواحد لما يبقى معروف كده جدوله 1 2 3 4 بتبقى الامور اسهل والطف واشيك وايسر، وكل افعال التفضيل ممكن نقولها. لكن رب ضاره نافع، ان شاء الله خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالنسبه لماده الراي العام، لا تختلف كثيرا عن اي ماده تانية، هي نفس الحاجات اللي بنتكلم عليها في المواد التانية هي بتنطبق عليها على ماده الراي العام. لكن مش معنى كده ان احنا مش هناخد حاجه. من المزايا المادة اللي أنا بتكلم عليها، الجزء الخاص بي أنا تحديدا، مش طبعا دكتور هشام له جزء آخر وهو ممكن يتكلم فيه أفضل مني عن الجزء بتاعه، لكن الجزء اللي متعلق بي هو جزء نظري. يعني مجرد عبارة عن 5 فصول، مش محتاج التفاصيل، أنا محتاج العناوين الرئيسية فيها، مش محتاج لا تحفظوا أرقام ولا تحفظوا أسماء، لكن تعرفوا الفكرة العامة اللي بدور حواليها الموضوع الكبير. احنا كنا اتكلمنا متهيالي عن الفصل الاول، كنا خلصناه، اللي هو متمثل في تعريفات الرأي العام وأهمية الرأي العام والمحددات التي يمكن على أساسها ان احنا نحدد ان كانت دي قضية رأي عام او مش قضية رأي عام. كنا اتكلمنا عن توزيعات الرأي العام، كنا اتكلمنا عن توزيعات التوافق وتوزيعات الصراع، وذكرنا بعض الأشياء. وفي اعتقاد أن الفصل الأولاني بمحتوياته هو الفصل الرئيس اللي احنا ممكن نتكلم عليه على تفاصيل كتيرة جدا في هذا الموضوع. بقية المحاضرات اللي ممكن نتكلم عليها هي مهمة لأنك تعرف الجو المحيط للرأي العام. يعني مثلا النهاردة عايز أتكلم معاكم وندردش شوية حوالين الفصل الثالث، اللي هو بيتناول المقومات والعناصر المشكلة للرأي العام. الرأي العام ازاي بيتشكل؟ امتى يعني الرأي العام ده امتى بيظهر؟ امتى، ما هي العوامل التي تسهم في تشكيل الرأي العام؟ ودي هنرجعنا إلى عوامل كتيرة جدا ممكن نتكلم عليها، وأنا متهيألي بعت لكم الباوربوينت والأشكال اللي موجودة عندكم، فممكن تبصوا عليها نظرة كده وتشوفوا الحاجات دي كملخص للفكرة يعني. لكن لو حبينا نتكلم عن الرأي العام، كيف يتكون الرأي العام؟ كيف، ما هي العوامل التي تؤدي إلى أن يكون عندنا حاجة، منتج نهائي اسمه الرأي العام؟ خلينا بس نتفق على حاجة، أن الإنسان عندما يظهر في هذه الحياة أو يوجد في هذه الحياة أو توهب له الحياة، بيكون صفحة بيضاء، صفحة بيضاء في كل المجالات، بيكون هاردوير زي ما في مجال الكمبيوتر مجرد هاردوير، او تليفون، معلش اي برنامج، او معلش سوفت وير، معلش اندرويد، او معلش الحاجات التانية اللي هي ابل او غير ذلك. فاحنا محتاجين نعرف نحط له السيستم بتاعه. السيستم بتاعه دي العوامل اللي هي الابس اللي بتخلي الواحد يبقى في الاخر اسمه عنده موجود في اي مجتمع راي عام، او موجود مجموعه اراء، مجموعه تعبيرات. أول حاجة بيتكلموا عليها هي مسألة التنشئة.
وينشأ، زي كان الشاعر كان بيقول، وينشأ ناشئ الأطيار فينا على ما كان علمه أبوه. التراث، العادات والتقاليد والأشياء اللي بنعرفها دي. التنشئة الاجتماعية هي مجرد إنك بتحط، بيقولوا أحيانا التنشئة الاجتماعية أو السياسية أو whatever المسمى، هو عبارة عن أنت جسم فاضي، كمبيوتر فاضي، بتنزل عليه سيستم المجتمع. سيستم المجتمع ده اللي هو العادات، سيستم المجتمع ده اللي هو التقاليد، سيستم المجتمع ده اللي هو الأعراف، سيستم المجتمع اللي هو التراث، سيستم المجتمع اللي هو كل أبس كتيرة جدا بتنزل على الإنسان وبياخدها أثناء عملية التنشئة الاجتماعية، اللي بتتم من خلال المدرسة، بيتم من خلال الجامع أو الكنيسة، بيتم من خلال الصحبة، بيتم من خلال حاجات كتيرة جدا، لكن الغالب العام أنه بيتم نقل أفكار المجتمع وتقاليده وعاداته من الإطار العام للمجتمع إلى ذلك الشخص أو إلى ذلك الفرد أو إلى ذلك الكائن الموجود. في ناس كتيرة جدا حاولوا يعرفوا، ومثال السؤال ده ممكن يكون مطروح بالنسبة لكم، يعرفوا يعني إيه إنسان. فقال لك الإنسان هو حيوان ذكي. تعريف من أحد تعريفات الإنسان هو الإنسان هو حيوان ذكي. وجدوا الدراسات وجدت أن مسألة الذكاء دي موجودة عند ناس كتير، عند حيوانات كتير. يعني احنا لسنا استثناء ولسنا حكرا في مسألة الذكاء على مستوى الحيوانات ككل. هناك حيوانات، بالعكس، هناك حيوانات ذكية جدا بتلقطها، والكلاب ذكية، الفئران ذكية، لكن هي مستويات، القرود ذكية، كل حيوان هو ذكي لكن بدرجات، احنا نتحدث عن درجات. فقالوا خلاص يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول إن الإنسان حيوان ذكي، لأن الحيوانات كلها كل واحد فيهم ذكي بشكل أو بآخر. فبدأوا يعرفوا الإنسان، قال لك الإنسان حيوان ضاحك. الإنسان هو الحيوان الوحيد اللي بيضحك وله ابتسامة وله غير ذلك. لما درسوا الحيوانات وجدوا إن الحيوانات، كل حيوان له ابتسامة، ومتهيألي بتشوفوا في السوشيال ميديا كتير جدا من صور الكلاب والقطط والقرود والبقر والحمير، كل واحد له ضحكته وله أسلوبه في الضحك. فمعنى كده إن الإنسان أيضا مش حيوان ضحك، ليست حكرا عليه. قالوا أيضا إن الإنسان حيوان مش عارف اجتماعي، فوجدوا إن كتير جدا من الحيوانات اجتماعية ولا تعيش في معزل. لكن المؤكد إن الإنسان بينفرد بميزة عن بقية الحيوانات الأخرى أن الإنسان حيوان له تاريخ. يعني إيه له تاريخ؟ يعني له تراث بيتم، يعني كل كلب بينتهي معه خبراته وتجاربه. كل بقرة بتتذبح بتنتهي معها خبراتها وتجاربها. مفيش إمكانية النقل التراث من مجتمع إلى آخر أو من حيوان إلى آخر. الكائن الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة هو الإنسان. عشان كده قالوا الإنسان حيوان له تاريخ، والتاريخ تعني الخبرات وتعني الاتجاهات وتعني المعارف وتعني الأفكار وتعني التقاليد وتعني الأعراف وتعني كل ما يشمل الخبرات، كل أي حاجة بنقول عليها هي في حد ذاتها تاريخ، هي في حد ذاتها. ده هو اللي بيتم نقله من إنسان إلى إنسان آخر. الرأي العام هو حصيلة، هو مكون، هو ناتج من نتاج هذه العناصر المجمعة التي يستقبلها الإنسان من بمجرد ولادته أو بمجرد أن هو بيبقى موجود في مجتمع معين من أي مجتمع. من ضمن الحاجات اللي بتأثر في عملية التنشئة الاجتماعية أو التنشئة السياسية أو التنشئة أي نوع من أنواع التنشئة، ما يسمى بالمكان. أنت في منطقة جغرافية عبارة عن إيه؟ والمنطقة الجغرافية دي ممكن نقسمها إلى حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن نتكلم على الرأي العام الأمريكي غير الرأي العام الروسي غير الرأي العام الصيني غير الرأي العام الفرنسي. يبقى كل بلد من هذه البلدان لها آليات في تكوين الرأي العام، لها طريقتها في التفكير، لها اللي احنا شايفينه دلوقتي واحنا بنتكلم على الصين وطريقة أكلهم وإن هم بياكلوا حاجات مقرفة وإن هم حاجات. الرأي العام الصيني ليس معارضا لهذه الاكلات، وشايف ان هي حاجه يامي وحاجه يعني لذيذه وحاجه يعني الناس كلها بتحبها وبتدفع فيها فلوس. يعني اللي احنا عندنا في مصر بناكل الفسيخ وبناكل كمان لحمه الراس والكوارع والحاجات دي،
اكيد في ناس بيشوفوا ان الحاجات دي مقرفه، يعني ازاي تاكل الحاجات دي؟ اللي انا عايز اقوله ان نفس الاشياء بتختلف الحكم عليها من منطقه جغرافيه الى منطقه جغرافيه اخرى. احنا عندنا السلام بين الرجاله دايما، زمان في ايام ما قبل عصر الكورونا، يعني ما قبل الكورونا، كان السلام ان الواحد يسلم على الراجل يبوسه، لو راجل بيسلم والبنت تبوس البنت يعني. في المجتمعات الغربيه ما ينفعش راجل يبوس راجل، وما ينفعش بنت تبوس بنت، المفروض يحصل العكس، الراجل يبوس بنت والبنت تبوس راجل وهكذا يعني. احنا كمجتمع شرقي لا نتقبل مثل هذه الاشياء، ليه؟ لان ناتج عن ثقافه، عن اطار مجتمعي، عن فالمنطقه الجغرافيه هنا بتعكس تحيزاتها القيميه وتعكس تحيزاتها الفكريه من مجتمع الى مجتمع اخر. يبقى الراي العام هنا لما تيجي تتكلم على ان الراي العام ساخط او غاضب، ممكن في حاجه هنا بتبسطك بالنسبه لمجتمع اخر بتزعله جدا، في حاجه هنا لمجتمع اخر بتزعله بالنسبة لك، يبقى بنتكلم على حاجة. ده الموضوع مش كمان يعني لما نيجي نتكلم عن المنطقة الجغرافية، ممكن ما نتكلمش كمان عن المنطقة الجغرافية على اتساعها، احنا ممكن نتكلم في ضمن يعني الحاجات على نطاق ضيق جدا يعني. يعني خلينا نتكلم مثلا ونقول ان الاشياء التي تغضب سكان جاردن سيتي، حي جاردن سيتي، غير الاشياء اللي ممكن تغضب سكان بولاق ابو العلا. الحاجات اللي بتغضب سكان الزمالك غير الحاجات اللي بتغضب الناس بتوع الكيتكات. العوامل المؤثره داخل المجتمع، الحاجات اللي بتؤثر على اهل الشرقيه غير الحاجات اللي بتاثر على اهل دمياط او على اهل الصعيد او اسيوط او وات ايفر المسمى اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى التراث والعادات والحاجات اللي موجوده دي بتختلف من منطقه جغرافيه إلى منطقة جغرافية أخرى، وداخل المنطقة الجغرافية من حي إلى حي آخر. فأنت لما تيجي كده تتكلم على الرأي العام يقول لك إن هو بيؤثر على بعض من بعض من بعض من بعض. عملية التبعيض دي، عملية التصغير دي، بتيجي الآخر وتقول لك إن كل فرد له مجموعة عوامل مؤثرة عليه تختلف عن العوامل المؤثرة على الشخص الآخر. عصام موجود معاكم، عصام اكيد في عوامل كتيره جدا بتاثر عليه، غير اللي بتاثر على ياسر، غير اللي بتاثر على رنا، غير اللي بتاثر على اميره، غير اللي بتاثر على دينا، غير اللي بتاثر على دنيا، غير اللي بتاثر على نورهان، غير اللي بتاثر، كل واحد فينا في الاخر هو كائن متفرد، له طريقته في التعبير وله مؤثراته الخاصة به. احنا بنميل في الرأي العام إلى مسألة التعميم، أن نتجاوز مسألة الاختلافات الفردية إلى مسألة التعميم المطلق على الأشياء المختلفة اللي احنا بنتكلم عليها، لكن تظل المؤثرات هي احنا مجرد بس بنكبرها، بنقول النوع فاللي أنا عايز أقوله في هذه النقطة تحديدا أن الرأي العام هو نتاج لعملية التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تتم في فترات مختلفة على مدار سنوات كتير. طب ايه الحاجات بقى اللي بتخلي الواحد يتم تنشئته اجتماعيا من خلالها؟ طيب واحد الاب والام، سنوات اللي هم الاربع سنين الاولانيين، ان الواحد بيتقال له عيب ومش عيب، المقبول وغير المقبول، من هو الانا ومن هو الاخر، عمه الكويس هون وعمه الوحش ايهم يعني. فدي بتبدأ، يبقى الاسرة الكيان الاصغر هو الاسرة، هي أول عنصر مؤثر من عناصر تكوين الرأي العام على المستوى الطيب. طيب بدأنا نخرج من عند سن الأربعة، بنروح فين؟ بنروح الحضانة أو المدارس أو المؤسسات التعليمية بصفة عامة، أو في بعضنا بيروح المساجد والكنائس، فإحنا بنتكلم هنا عن الأشياء المختلفة المتعلقة بالكنائس. طيب في حاجات تانية؟ في حاجات النوادي، كل واحد فينا مشترك في كذا نادي او مشترك في كذا مجموعه من المجموعات، فده ايضا من ضمن الحاجات اللي بتخلي الراي العام يبقى متاثر بيها. طيب غير الجامعات، جامعات المصلحه، الحاجات اللي انت بتنضم اليها، في ناس بتحب تشتغل مع رساله، في ناس بتحب تشتغل مع حزب الخضر، في ناس بتحب تشتغل مع بعض الجمعيات اللي هو الحقوق المدنيه زي معهد او غير ذلك. لما انت بتفترض او احزاب سياسيه، لما انت بتنضم الى احد هذه الاشياء، انت تلقائيا او تبعيا بتحاول تكتسب بعض الافكار، بعض المعلومات، بعض القيم، بعض الاتجاهات السائده في هذه المجموعات،
وبالتالي بتنطبق عليك وبيبقى فيها نوع من التأثر، التأثير والتأثر، التأثير المتبادل زي ما بيقول. يبقى أول حاجة بنتكلم عليها وبتاخد 90% من تأثيرات الرأي العام هي عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية بعواملها المختلفة. أي واحد بتقابله في الشارع هو بيأثر في عملية التنشئة الاجتماعية. العم محمد أو عم عثمان اللي قاعد على باب العمارة بيأثر عليك. الدادة اللي في الكلية في الدور بتأثر عليك. أنا أو زمايل الدكاترة أو غير ذلك بيأثروا عليك، زمايلك بيأثروا عليك، كلنا في هذه اللي يقول لك إن أنا كائن لا أتأثر، أعرف إن هو كاذب كاذب كاذب. في أيضا حاجات كتيرة جدا بتتأثر بالواحد ذكر ولا أنثى. من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الرأي العام هو الجنس، النوع. كون الواحد ذكر في مجتمع شرقي فبيضطر في الحالة دي انه يكتسب كثير من المعلومات او كثير من الاتجاهات نحو الاشياء تختلف عن الانثى. معروف في المجتمعات الشرقية بعبلها ببعض اخطائها الفكرية ان الولد مفضل على البنت وان البنت بتخدم الولد وان العنصر الذكوري مفضل على العنصر الانثوي. بناء على هذه المدركات بيبدأ يفكر في كل حاجة من هذا المنظور، انا احسن منك رغم ان احنا عنصرين، هو يعني ما ينفعش نفضل حد على حد ولا حد فوق ولا حد تحت، هو هما الاثنين جنب بعض، هما انقسموا نصفين يعني. لكن الحاجه دي بتاثر على السلوك، وبتاثر من ضمن الحاجات الخطيره جدا واحنا بنتكلم عليها هي مدركات الشخص عن نفسه. الراجل اوكي ما هو مسموح له كده، لكن المشكله كلها ايضا في الستات. كتير من الستات أو كثير من العنصر النسائي يكون أفكار تقليدية عن نفسه ويتصرف بناء عليها، ودي بتخلي الاتجاهات يعني مثلا لو مثلا في الخلفة يفضل خلفة البنات ولا خلفة الولاد، يفضل يكون عنده بنت ولا ولد، لو عنده بنت هي تخدم الولد ولا العكس، كلها طب الواحد يخرج الولد يخرج والبنت ما تخرجش، الواحد يجيبه مش عارف إيه، كتير تفضيلات اجتماعية وتفضيلات ثقافية مرتبطة بالذكر أو الأنثى أو غير ذلك. فأيضا كون الواحد ذكر أو أنثى ده بيأثر على اتجاهاته تجاه كثير من القضايا، تجاه كثير من الأفكار، تجاه كثير من الموضوعات اللي بيجلي لما ينطلب منه إن هو يقول رأيه فيها بيلاقي دايما ان هو تحيزاته. يعني مثلا في الناس الستات المنضمين للحركات النسويه والنسائيه وغير ذلك اكيد افكارهم تختلف تماما عن السيدات اللي هم ما عندهمش هذا الموضوع او ما عندهمش هذا الاطار اللي بنتكلم عليه. نفس الحكايه الرجاله ايضا بيكون لهم تحيزات، احيانا الشطط احيانا عند ده او عند الفريق ده بيؤثر على الاتجاهات العامة وبيؤثر على الرأي العام في تكوينه اتجاه هذه القضايا أو تلك الموضوعات. من ضمن أيضا الحاجات اللي بتأثر الانتماء إلى جماعة عرقية أو إثنية معينة. يعني مثلا إحنا عندنا أبسط حاجة، طبعا مش هتكلم عن الولايات المتحدة، عندهم السود وعندهم الهسبانيك وعندهم بتوع امريكا اللاتينيه وعندهم مش عارف الاوروبيين البيض وعندهم الصفر وعندهم، وكل واحد كل كاتيجوري من هذه الفئات او كل فئه من هذه الفئات بيكون لها طريقه معينه في التعامل وبيكون لها طريقه معينه في التصرفات. لكن خلينا احنا نقرب هنا ونتكلم على كونك صعيدي او كونك بحراوي، كونك من دمياط او كونك من الشرقيه. هذه التحيزات بتخلي احيانا بعض الناس هنا خلاص، حتى يعني كونك من سكان كذا هوانم جاردن سيتي ولا فتيات بولاق الدكرور، ده بيخلي احيانا في نوع من التراث العرقي او الاثني. حتى طبعا مش عايز اتكلم عن المسيحي ولا مسلم، ده مش مجالنا، لكن انا عايز اقوله انه احيانا بتبقى في تحيزات عرقيه او تحيزات اثنيه رغم ان المنظومه في الاخر واحد، بيأثر عليك او بيأثر بشكل او باخر على اتجاهات الفرد اتجاه كثير من القضايا. الدين مكون أساسي أيضا من مكونات الرأي العام.
الرأي العام يتأثر بالدين كما يتأثر به، هي مكون ثقافي مهم جدا بيتأثر به الرأي العام. الرأي العام يتأثر، أعتقد إن الواحد يعني مش الدين بس، ودرجة التدين كمان. درجة التدين معناها إن الواحد المتدين، احنا عندنا مثلا في كمسلمين عندنا في الجماعات الأصولية وفي الإخوان وفي غير ذلك، وفي الناس المتشددين دينيا، نظرتهم الى الاخر ونظرتهم في اتجاهات الراي العام مختلفه تماما عن المسلمين المعتدلين. نفس الافكار المسيحيين الاصوليين او اللي هم المتشددين بيبقى افكارهم مختلفه تماما عن المسيحي العادي البسيط اللي احنا، صحيح كله بينضم يعني المسلمين والمسيحيين في دائره المنتصف اللي هو بيبقى كل الناس عاديه، لكن اللي هم موجودين على الاطراف اللي هم المتشددين هنا والمتشددين هنا، دول بيبقى لهم آراء مختلفة تماما في كثير من الأشياء. لكن المؤكد إن الدين بيؤثر على اتجاهات الرأي العام. الدين بيحدد أنت تفكيرك، طريقة تفكيرك نحو كثير من القضايا. الدين يا جماعة أحيانا بيبقى عامل زي النظارة. تلبس نظارة سودة هتشوف الدنيا سودة، تلبس نظارة زرقاء هتشوف الدنيا زرقاء، تلبس نظارة بامبي هتشوف الدنيا بامبي 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 زي سعاد حسني يعني. فحسب لون النظارة ممكن تشوف المجتمع اللي انت عايز فيه. فبالتالي نوع الدين، مش نوع الدين يعني اسلامي ولا مسيحي، لا، نوع درجات التدين اللي انت بتعملها، المصادر الدين اللي انت بتستقي منها، خلطائك اللي انت بتستخدم، المثل الاعلى في الدين هنا وفي الدين هنا، ده بيأثر في كتير من، طب مثلا قضيه من ضمن القضايا مثلا ممكن نتكلم عليها، قضيه الاجهاض دي في المجتمع الغربي، دي مجتمع مسار دراسات يعني من سنه من الثلاثينات لغايه دلوقتي، في الاف الاستطلاعات الراي العام اللي بتتناول مساله الاجهاض. وفي مدرستين في هذا الموضوع، مدرسه اولانيه بتتكلم على حق الحياه، برو لايف. المدرسة دي بتقول إن الأطفال الأجنة لهم الحق في الحياة، وبالتالي ما دام في جنين ما ينفعش، ده اتجاه رأي عام، ما ينفعش إن أنا أقتله. ده الاتجاه ده موجود عند الجماعة الديمقراطيين وعند الليبراليين وعند الجماعة اللي هم بيفكروا بعيدا عن الدين وغير ذلك. في مدرسة تانية لا، دول اللي أنا اتكلمت عليهم اللي هم الجمهوريين اللي هم المتشددين اليمنيين اللي هم بيفكروا بالدين، فبيقول لك برو لايف اللي هو ما خلقه الله ما ينفعش ان حد تاني يقتل. في اللي هو البرو تشويس اللي هم جماعه حق الاختيار اللي هم الديمقراطيين والليبراليين، يقول لك لا، المراه لها الحق في اختيار ان كانت تستمر في الحمل او لا. قضيه مثاره منذ الثلاثينات كما قلت في استطلاعات الراي العام، وليس هناك اتجاه غالب في كذا، هتلاقي دايما لما تعمل في حوالي 35% و35% مؤيد لكل قضيه، وفي 30% محتارين في النص مش عارفين ان هم يروحوا شمال ولا مع حق الحياه ولا مع حق كل واحد حسب نظرته الدينيه بتحدد هذا الموضوع. لما حصل حرب البوسنه والهرسك كانت في قضيه كبرى ساعتها، الولايات المتحده دوله دينيه لها مسيحيه في الغالب، طيب والبوسنه والهرسك دوله اسلاميه او صراع اسلامي، طيب هل من حق الدوله المسيحيه اللي هي الولايات المتحده ان تقف بجانب الصرب المسيحيين ولا بجانب البوسنه والهرسك اللي هم المسلمين؟ وده كانت قضيه ايضا. الاتجاهات هنا بتغلب، الجنيه الدولار الامريكي ان جاد وي تراست هي معروفة يعني حتى لو دولة علمانية لكن بيبقى لها مرجعية دينية بتؤثر على كثير من قراراتها. فده الرأي العام كان منقسم في الولايات المتحدة تجاه قضية البوسنة والهرسك، نبقى معاهم ولا ضدهم، دول دولة إسلامية ودول دولة مسيحية، نكون مع مين فيهم حتى نغلب، ما هو الطرف الذي يمكن أن نغلبه حتى نصل إلى الأشياء اللي احنا عايزينها. فاللي أنا عايز أقوله إن الدين بيلعب دور كبير جدا من هذا الموضوع. من الحاجات ايضا اللي بتاثر على الراي العام وبتخلي فيه نوع من على الافراد وهم بيكونوا الراي العام، الاصدقاء، صديق، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الرفقاء، احنا دايما حتى كنا بنقول زمان رفقاء، مش عايز اقول رفقاء السوء لكن الرفقاء بصفه عامه يعني.
الأفراد. دايما الأصدقاء بيكونوا رأي عام موحد، هتلاقي كده كل مجموعة متشابهة في مجموعة آراء بينضموا بيولفوا حوالين بعض، وكله بيأثر على كله، ما تلاقيش واحد شمال واحد يمين والاتنين لازم يبقوا كلهم مع بعض، في واحد يميني وواحد يساري، لازم يبقى واحد أصولي وواحد ليبرالي، مش ممكن يعني. هو دايما الأفراد بيبقوا المتشابهين عكس نظرية الأقطاب، اللي بيقول لك الأقطاب المتشابهة تتنافر، واللي مش عارف الايه المتنافرة تتجاذب وحاجة. لا، في مجال الرأي العام اللي بيبقى في حاجة اسمها كلاسترز أو العناقيد، إن كل مجموعة بتشترك مع بعضها أو كل مجموعة متشابهة بتنضم إلى بعضها وبتحاول إن هي تبقى على اتجاه أو على فكرة معينة أو قادرة على إن هي تلم وتحاجي على بعضها حتى تصبح أن يكون لها قوة وأن يكون لها صوت مسموع. من ضمن الحاجات ايضا، انا مأجل العامل الاساسي اللي هو وسائل الاعلام لاخر كلامي، لكن انا دلوقتي بحاول اتكلم على العناصر اللي هي ممكن تكون شغاله بشكل يعني عام. ايضا الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه التي تمر بها البلاد. ما تقبله ايام الرخاء لا تستطيع ان تقبله ايام العسر. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي اثيرت وده تبين ان الراي العام يختلف حوالين اي قضيه باختلاف الظروف الاقتصاديه. ما نعيشه في هذه الأيام، موضوع أن يكون هناك طائرة مصرية أو طائرتين مصريتين محملتين بالمعونات والعسكر بالمعونات الطبية وتروح إيطاليا، ومن قبلها راحت الصين. الناس هنا لو في حالة يسر هيبقى مرحبين جدا لهذا الموضوع، على اعتبار ان ده يدعم العلاقات وده حاجه كويسه والانسانيه واحده، وكيف نستطيع ان احنا نساعد بعضنا البعض ويبقى الموضوع ماشي بهذا الشكل. انما دلوقتي احنا بنتكلم على احنا في حاله عسر او في ظرف اقتصادي معين، الظرف ده بيخلي الناس كلها تفكر وكل واحد يحط يبقى المثل اللي اكثر تداولا والاكثر وجودا، يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. بالمناسبة الجامع دي مش الجامع اللي هو المسجد، يعني الجامع ده كان هو جامع الضرائب في العصر المملوكي، فكان يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على جامع الضرائب، مش الجامع اللي هو المسجد اللي احنا بنصلي فيه. لكن خلينا في المثل بمفهومه العام، اللي هو ما يطلبه او اللي يحتاجه البيت بيحرم على الجامع ويحرم على اي حاجة طبعا. فهناك وجهة نظر بتقول لك ان ده مش صحيح، ان هذا التصرف العام للدولة ما كانش صحيح، وفي ناس شايفة لا، أن هذا التصرف كان تصرفا إيجابيا على اعتبار أنه يؤدي إلى تحسين العلاقات بين مصر وإيطاليا، وإحنا محتاجين إيطاليا في حاجات كتيرة جدا ومحتاجين الاتحاد الأوروبي في حاجات كتيرة جدا، فبالتالي إحنا ممكن. لكن اللي أنا عايز أقوله أن هو الظروف الاقتصادية بتؤثر على موضوع قبول فكرة أن إحنا نحط أو نرسل معونات اقتصادية ومعونات طبية إلى إيطاليا أو لا. نفس الحكاية في عندما أرسلنا بعض المعونات إلى الصين، كانت نفس القصة ونفس الاتجاه. لو كنا في ظروف غير الظروف، لو كنا في أحوال غير الأحوال، لو كنا في عالم غير العالم وفي ظرف غير الظرف، أعتقد إن اتجاهات الرأي العام في هذه الحالة كانت هتبقى مختلفة تماما، ما كانش هيبقى فيها نوع التردد اللي احنا شايفينه في هذه الأيام والحاجات اللي احنا مش قادرين ان احنا نتخيلها او نتصورها في هذا الاطار. من ضمن الحاجات ايضا اللي بتسهم في الراي العام وبتشكل الراي العام وبتؤثر على الراي العام اللي هو التعليم. التعليم وما ادراك ما التعليم، وفي مصر بشكل خاص احنا ممكن نتكلم عن التعليم ايام وليالي، ونقدر يعني نتكلم عن ازاي التعليم بيغير او بيؤثر على الراي العام. مش هتكلم هنا مثلا، طبعا هو في تفرقه اساسيه بين المتعلمين وغير المتعلمين، وده شيء اساسي يعني. الشخص الامي اكيد غير الشخص المتعلم يعني. لكن انا عايز اركز على حاجه تانية خالص، غير ان الشخص يكون متعلم او غير متعلم، هو نوع التعليم نفسه يعني. اكيد اللي متعلم في مدارس حكوميه غير اللي متعلم في مدارس خاصه، واللي متعلم في مدارس خاصه غير اللي متعلم في مدارس خاصه لغات، واللي متعلم في مدارس خاصه لغات غير اللي متعلم في مدارس دولية، واللي متعلم في مدارس دولية غير اللي اتعلم بره. هتلاقي كل واحد، أنا مش بتكلم على أفضليات، لكن أنا بتكلم على اختلافات في طريقة التفكير، واختلافات في طريقة التعبير عن اتجاهات مختلفة يعني.
احنا البلد الوحيد اللي احنا عندنا يجي 30 40 شهاده، عندنا الكنديه والايطاليه والفرنسيه والكنديه والامريكيه والانجليزيه، عندنا كل بلد بتعلمنا بطريقه يعني، وكل جيل من هؤلاء من هذه الاجيال بيتم تعليمهم وبتشكل الراي العام بتاعهم بشكل او باخر بشكل مختلف تماما عن الطريقه الثانيه. فالتعليم فلما تيجي تقيس اتجاهات الراي العام تجاه كثير من القضايا بتجد انها تختلف كثيرا جدا باختلاف نوع التعليم او نمط التعليم. يعني مثلا طلاب جامعه الازهر هتلاقيهم مختلفين، دول في اقصى اليمين، وفي مقابل طلاب الجامعه الامريكيه مثلا، وفي النص مثلا حط جامعه القاهره وحلوان واسكندريه وغير ذلك. لما تيجي تقسم كده اللي هو المتصل الطويل ده تجد ان هو دول مختلفين تماما ودول مختلفين تماما، وفي النص اللي هي يجمع بين هذا وذاك. ده نمط تعليم، ده نمط. نفس الحكايه في الجامعه الالمانيه والجامعه الفرنسيه الجامعه اليابانيه، الجامعات المختلفه كل جامعه من هذه الجامعات بتولد حاجات معينه خاصه بيها. من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات ال ايه وبعدين بقى في ناس معترضين على بعض الحاجات اللي بقولها في المحاضرات. ماشي، اوكي، براحتكم يعني، اللي عايز يعترض يعترض يعني. كنا بنقول ايه؟ شفتوا بقى الديستورشن اللي حصل ده؟ من ضمن الاشياء ايضا اللي بتؤثر على الراي العام غير الظروف الاقتصاديه العامه للدوله، احنا ممكن نتكلم على المستوى الاقتصادي للافراد. المستوى الاقتصادي للافراد بيؤثر على كتير جدا من نظرته لاتجاه الكثير من القضايا. في الفتره الاخيره مثلا، حتى على المستوى الشخصي يعني، نتكلم في الفتره الاخيره في اتجاه رجال الاعمال في مقابل الناس البسطاء. رجال الاعمال قالوا ان احنا عايزين نرجع الناس في شغل تاني، وطبعا في اسماء كتيره قالت هذا، ده مستوى اقتصادي. واصحاب المصالح واصحاب المصانع واصحاب دول الاتجاه، دول طبقه معينه، والعمال لهم طبقه اخرى، الناس العاديه لهم طبقه اخرى يعني. فاحنا ننزل والحياه ترجع الى طبيعتها مره اخرى، ولا الزم بيتك وخليك في البيت وعشان الفيروس وعشان الكورونا ما تنتشرش. الرأي العام هنا والرأي العام هنا هو تعبير عن مصالح اقتصادية وعن ظروف اقتصادية. أكيد الواحد لو غني هيقعد في البيت. أكثر الناس، طب الدراسات بتقول إن أكثر الناس التزاما بالحظر هم الأغنياء، هم اللي قعدوا في البيت. وأكثر الناس عدم التزام بالحظر هم الناس الفقراء، اللي هم اللي هنا المسألة مش مسألة رأي، هي مسألة حاجة، هو مسألة إن أنا محتاج إن أنا أنزل الشارع، محتاج إن أنا أحصل على حاجاتي الأساسية. المستوى الاقتصادي هنا الرأي العام، وده بيحصل أحيانا تنافر في الاتجاهات، يعني تنافر معرفي يعني. يعني أنا مقتنع إن الحظر ضار، إن النزول للشارع ضار ومفسد وممكن يؤدي إلى هلاكي، لكن إيه اللي رماك على المر؟ إيه اللي أمر منه؟ إيه اللي خلاني إن أنا أروح إن أنا محتاج لقمة العيش وإن أنا محتاج إن أنا أبحث عن هذا الموضوع؟ فأنا مقتنع بأهمية إن الواحد يلزم بيته، لكن في نفس الوقت الظروف الاقتصاديه او الظروف الاجتماعيه، فاحيانا ابرر بقى في الحاله دي عشان ما يحصلش عمليه التنافر، بتحصل عمليه التبرير. فاقول لك والله ما الناس كلها بتنزل وما بيحصلهاش حاجه، وده واحد في المليون، وده مش عارف ايه، عشان يبقى عندي اتساق معرفي خاص بيا ان انا يبرر لي الحاجه اللي انا بعملها او الحاجه اللي انا بتكلم عليها او بقول عليها. يبقى احنا هنا بنتكلم ايضا على مساله المستوى الاقتصادي بيؤثر، المستويات الاقتصاديه المختلفه لها اتجاهات في الراي العام مختلفه عن المستويات الاقتصاديه الادنى او المستويات الاقتصاديه الاقل. الوسط دايما هو رمانه الميزان، وعشان كده دايما كانوا بيتكلموا على ان الحفاظ على الطبقه المتوسطه هي الضمان للمجتمع والضمان للاتجاهات. كل ما هو على الاطراف بيبقى متطرف، كل ما هو الاكستريم دي قوي هنا او هنا دايما بيبقى فيه مشكله كبيره جدا في هذا الموضوع. لكن الافضل، الافضل دايما هو يكون وكذلك جعلناكم امه وسطا. الوسطيه دي والاعتدال ده هو اللي بيخلي المجتمع يتوازن فيه. لكن للاسف الشديد احنا دلوقتي في الثلاث اربع عقود اللي فاتوا كان عندنا ما يشبه ان احنا عملنا حاجه اسمها تفتيت الطبقه الوسطى. ما عادش في طبقه وسطى الا نادرا.
بقت عندنا شريحتين لا ثالث لهما، عندنا الفقراء والاغنياء. للاسف الشديد ما عادش عندنا، وطبعا المعدمين، يعني في الفقراء اللي احنا كل الطبقه الوسطى بقت هي الفقراء، وبقى في المعدمين اللي هم مش ما فيش حيلتهم حاجه خالص، وفي الاغنياء اللي هم عايشين في رغد من العيش. كل فئه من دي بتبص للحياه بمنظورها المختلف، وبتبص بطريقه مختلفه جدا عن المجتمعات الاخرى او عن الشرائح الاخرى او عن الطبقات الاخرى. ما نريد ان اقوله، اللي انا عايز اقوله من هذا الموضوع ببساطه شديده، ان المستوى الاقتصادي ايضا، لاحظوا ان المستوى الاقتصادي ايضا بيحدد نوع التعليم اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. يبقى التعليم بيحدد المستوى الاقتصادي، المستوى الاقتصادي بيحدد التعليم، وهكذا. انت داخل في علاقات تفاعليه بين التعليم والمستوى، عشان كده دايما بيقول لك المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وبيحطهم في حاجه واحده. حتى ايضا من ضمن الحاجات، المستوى الاجتماعي، المستوى الاجتماعي بيحدد المستوى الاقتصادي، والتعليم بيحدد المستوى الاقتصادي. يبقى انت عندك التعليم والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي كتلة واحدة أو بلوك واحد، أحيانا بيبقى يعني ممزوجين ببعض وبيأثروا على بعض بشكل كبير. من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الرأي العام وعلى تشكيل الرأي العام وعلى اتجاهات الرأي العام، القانون. كان بيقول لك إن من ضمن الحاجات اللي كان دايما بيقولوها، انا مش فاكر النص، يعني ان الله يزع بالسيف ما لا يزع بالقرآن. يعني في حاجات كتيرة، قوة القانون بتبقى ملزمة اكثر من قوة التدين في حد ذاته. يعني قوة السلطان احيانا بتبقى اقوى من قوة القرآن. هناك قواعد، هناك، احنا دلوقتي كلنا الساعة 7 بنبقى كلنا قاعدين في البيت. ليه؟ لان هناك قانون يلزم، مش اعتبار شخصي. لو سابوها لكل واحد كده حسب مزاجه وحسب الدنيا ماشيه ازاي، محدش هيقعد في البيت. لكن لان هناك قانون، والقانون في جوهره عقاب وفرض، فرض بالقوه، يبقى انت في الحاله دي تتواءم مع القانون وتشجع القانون، وفي الحاله دي اتجاهاتك ايضا تتوافق مع القانون. انا بعمل كده ليه؟ عشان انا بتوافق مع القانون فيما ذهب اليه او فيما نص عليه. يبقى انا بعمل، بتماشى اتجاهات الرأي العام تمشي مع القانون وجودا وعدما في قانون. عكس بقى اكتر حاجة ممكن مؤذية للمجتمع، الا يكون هناك قانون. ان كل واحد يقول ما فيش حكومة، انا الحكومة، زي احمد السقا ما قالها في فيلم معين، او انه يقول انا الدولة والدولة انا، زي لويس ال14 في بتاع فرنسا، لويس الرابع، او اي حاجه. يعني اي حاجه من فرضه ان انا اللي موجود وما فيش حد غيري وما حدش يقدر يسيطر عليا. الراي العام تحكمه ايضا القانون والقواعد والاجراءات الموجوده في الدوله، وهي تشكل ايضا الراي العام من ناحيه، وتشكل او تعتبر نوعا من الضبط الاجتماعي، بيسموه السوشيال كنترولينج، او كيف يمكن ان اسيطر على المجتمع. والا المجتمع لو بدون قانون يبقى كده كانه اشياء مش مربوطه، اشياء سايبه، وفي الحاله دي ما يبقاش لها تاثير، وممكن، او بيسموها نهر بلا ضفاف. تخيلوا كده ان النهر ملوش شواطئ او ملوش ضفاف، هيفيض على الجنبين، ويبقى العوامل، النتائج السلبيه المترتبه عليها تبقى كتيره جدا وغير قادرة على تحملها. من ضمن الحاجات اللي بتأثر أيضا في الرأي العام وبتخلي الرأي العام مختلف، وهناك تباينات وتنوعات وتنوعات، هي السن، المستوى السني لنا. أفكارنا كتير جدا مننا، أفكارنا وإحنا أطفال غير أفكارنا وإحنا شباب، غير أفكارنا وإحنا كهول زينا كده، وغير أفكارنا وإحنا شيوخ كبار السن. يعني هناك اختلاف بين جيل الصغار وجيل الشيوخ، هناك اختلاف كبير جدا بين افكار الناس الكبار وافكار الناس الصغيرين. ودايما كده كل جيل بيتهم، عشان سموه كده الصراع بين الاجيال، كل جيل بيتهم الجيل الاخر بانه، الجيل الصغير يتهم الكبار بعدم، ان هم مش فاهمين الحياه وان الحياه اتغيرت، والجيل الكبير بيتهم الشباب وبيتهم حضراتكم بانكم ما انتوش فاهمين حاجه، وانكم ماشيين على حل شعركم ان كان عندكم شعر زي حالاتي، وهكذا. يعني فالموضوع كل واحد بيتهم المجتمع الاخر او الشريحه الاخرى باتهامات معينه، والمحصله ان هناك اختلاف في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا. والغريب ان ممكن الواحد نفس الشخص ده
يبقى اتجاهه نحو كثير من القضايا وهو صغير مختلف كتير جدا عن اتجاهه نحو كثير من القضايا وهو كبير. يعني في حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي كنت انا رأيي فيها وانا صغير وانا في سنكم كان رأيي فيها سلبي مثلا. لما كبرت وبقيت في السن ده لقيت الاشياء مختلفة تماما، بقى عكس 180 درجة تماما الآراء سلبا وإيجابا. في حاجات كتيرة كنت بحبها وأنا صغير جدا، دلوقتي وأنا كبير ما أقدرش إن أنا أقول لك إن أنا بحبها. يعني حتى في الأذواق، يعني حتى في الأذواق وفي يعني مثلا أنا وأنا صغير مثلا على سبيل وأنا في سنكم في الجامعة مثلا كنت أحب عمرو أديب، عمرو دياب. متهيألي من 20 سنة ما سمعتش عن عمرو دياب ولا سمعت له أي أغنية يعني. إنما ممكن دلوقتي في ما كنتش أحب أم كلثوم مثلا، أو ما كنتش أحب فيروز. ممكن دلوقتي احب فيروز واحب ام كلثوم اكثر. ما كنتش احب عبد الوهاب القديم دلوقتي مثلا، او ما اعتقدش انه في شباب بيحبوا عبد الوهاب وهو خصوصا اغانيه القديمه يعني. لكن وانت كبير ممكن تشعر انك بتحب عبد الوهاب، ومش عايز اقول تحب حاجات تانية جدا قد تكون اقدم من عبد الوهاب وانت كبير. فمساله الاذواق ومساله اتجاهات الراي العام ومساله الافكار المختلفه بتختلف باختلاف السن، باختلاف والسن كمان لما تضربه في النوع وتضربه في المستوى الاقتصادي وتضربه في مستوى التعليم وتضربه في الظروف الاقتصادية، هتلاقي ان عندك تنويعات عديدة جدا ناتجة عن هذا الموضوع. فاضل نتكلم على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام زي ما احنا عارفين ان وسائل الإعلام احد العناصر الأساسية المشكلة لاتجاهات الرأي العام، وهي العنصر الأساسي في الوقت الحالي. لأن الأفراد لو جينا نتكلم كده في الأوقات العادية، كل واحد فينا بيضيع حوالي يعني مثلا أقل حد بيضيع حوالي 7-8 ساعات يوميا في وسائل الإعلام، سواء بقى كان ده تلفزيون أو راديو أو نيوز بيبر أو إنترنت أو سوشيال ميديا وغيره. وفي ناس أكتر من كده بكتير. إحنا طول النهار دلوقتي خصوصا دلوقتي، إحنا دلوقتي يعني الواحد بيبقى 24 ساعة أونلاين، تبعت على العشر ساعات بنتكلم في الفيسبوك والتويتر والانستجرام والحاجات المختلفة دي. فأنا أفكاري كلها بتنبع من مما أسمع، مما أقرأ، مما يأتيني من رسائل. فإحنا شغالين دلوقتي، إحنا عايشين على إيه؟ على ما يصل إلينا من أشياء إحنا بناخدها من وسائل الإعلام. فالناس دلوقتي بتتكلم على نظريتين، هل وسائل الإعلام هي اللي تشكل الرأي العام أم الرأي العام هو الذي يؤثر على وسائل الإعلام، ويعني مين اللي بيأثر في مين. يعني هل عمرو أديب لما بيظهر بالليل بيتكلم على القضايا المختلفة ده بيأثر في الرأي العام، ولا نتيجة إن هو قرأ شوية حاجات في الرأي العام فبدأ يتكلم عليها؟ البيضة ولا الفرخة اللي احنا اتكلمنا عليها فترات طويلة جدا، يعني من يؤثر في من وبأي درجة وبأي تأثير وبأي شكل وبأي طريقة. يعني محتاجين ان احنا نعرف الراي وسائل الاعلام. طبعا هناك نظريات كتيره جدا دارت في تاثيرات وسائل الاعلام. في البدايه قال لك ان الراي العام مثلا من ضمن الحاجات اللي هو بيؤثر على ترتيب اولويات الجمهور. الجمهور بيعرف هو ايه اهم القضايا من خلال الترتيب اللي يعني هناك ترتيب متشابه بين وسائل الاعلام والجمهور. فالجمهور لو افترضنا ان عندنا 5 قضايا وسائل الاعلام بتعكسهم، فنفس الحكايه عند الجمهور. مين بقى صاحب التاثير الاولاني؟ محدش عارف، لكن المؤكد ان هو في النظريه دي، نظريه الاجنده سيتنج، ان وسائل الاعلام تؤثر على ترتيب الجمهور لوسائل الاعلام. في ناس قال لك لا، ده مش مجرد ترتيب اولويات، ده هو كمان بيعمل حاجه بيسميها الكوجنيتيف برايمنج، اللي هو ان انا اعرف كمان التهيئه المعرفيه لكثير من الاشياء. وفي ناس اتكلموا على ما يسمى الفريمينج. انا مش عايز ادخل في تفاصيل النظريات لانكم اكيد اخذتوها في ماده نظريات الاعلام، لكن هناك نظريات كتيره جدا بتحاول ان تفسر تاثير وسائل الاعلام على الجمهور بشكل كبير، وكيف يحدث التفاعل بين وسائل الاعلام والجمهور بشكل او باخر. نظريات وسائل الإعلام وتأثيرات وسائل الإعلام مرت بمراحل مختلفة أو متعددة. في البداية كان عندنا في أول مظهر وسائل الإعلام، ودايما كل وسيلة جديدة لما بتظهر الناس بتعتقد في تأثير القوي لوسائل الإعلام، يعني أن وسائل الإعلام لها تأثير قوي جدا على الجمهور. لكن بعد كده بيحصل حاجة اسمها
التأثير المتوسط ثم التأثير الضعيف ثم أو العكس، يعني التأثير اللي أنا عايز أقوله إن هناك ليس هناك اتفاق حتى الآن على التأثير الذي تحدثه وسائل الإعلام على الجمهور بشكل كبير، لكن المؤكد أن هناك تأثير، المؤكد أن وسائل الإعلام بتمثل جانب مهم من جوانب حياة الإنسان. ومش قصدي هنا برضو، خليني ما أتكلمش، أنا بتحصل أيام كتيرة ما أفتحش التلفزيون أيام كتيرة جدا يعني. لكن هناك وسائل أخرى، وده بيسموها الإعلام البديل، السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي اللي بيحصل ما بيننا او بيحصل بين الناس بشكل كبير. دي كلها اشياء ما نقدرش ان احنا نتكلم او نغفلها في التفاعل اليومي والصراعات اليوميه. الراي العام يا جماعه، يعني اجمالا لما اجي اتكلم عن الراي العام والتاثيرات، اسهل ان انا اقول ما هي العوامل التي لا تؤثر على الراي العام من ان انا اقول ما هي العوامل المؤثره على الراي العام. كل حاجه في الدنيا بتؤثر على الراي العام. اي حاجه، كل همسات واللمسات وكل اي حاجه بتشوفها في الدنيا، اي حاجه بتشوفها في حياتك، هي من ضمن مؤثرات الراي العام. اكاد ازعم انه لا يوجد شيء لا يؤثر على الراي العام. كل الاشياء تؤثر على الراي العام. كل الاشياء هي منتج وهي عنصر في نفس الوقت، هي تؤثر في الراي العام والراي العام يؤثر فيه. العلاقه التفاعليه دي، العلاقه الدائريه دي موجوده في كثير من الاشياء، موجودة في كثير من القضايا، موجودة في كثير من الموضوعات. أنا نسيت أتكلم مثلا من ضمن الحاجات اللي نسيت أتكلم عليها على الانتماء الحزبي، الأحزاب. طبعا هو في مصر مش واضح قوي الانتماء الحزبي وتأثيراته، لأن ما عندناش أحزاب، أو احنا عندنا 106 حزب صحيح، لكن ما عندناش ناس منتمين للأحزاب، إن كل حزب بينضموا له 20 30 يعني 200 300 شخص، وما فيش أصلا حتى أعرق الأحزاب اللي هو الحزب الوفد، بنتكلم في الاف مش بنتكلم في ملايين يعني. لكن عايز اقول انه احيانا يعني مثلا في الولايات المتحده في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ودول مرتبطين بتيارين فكريين اللي هو التيار اليميني او التيار الريببليكانز اللي هم الجمهوريين، والكونسرفاتيفز اللي هم المحافظين من ناحيه، والليبرالز والديمقراتس من ناحيه ثانيه. دول فئتين مختلفتين تماما في التفكير وغير ذلك. هنا في مصر ممكن نتكلم عن الاحزاب اليساريه. والاحزاب اليساريه زي زمان زي كان حزب الاحرار وحزب مش عارف ايه اللي هم بينتموا الى حزب الشعب يعني. وعندنا احزاب كتيره جدا من هذه الفئه اللي هم بيؤمنوا بفكره العداله الاجتماعيه وفكره القوى اللي هو اقرب الى الفكر الماركسي، اقرب الى الفكر اليساري، اقرب الى الفكر. وفي عندنا اليمنيين خالص اللي هو الفكر اليميني خالص، الاحزاب اليمينيه الدينيه زي مثلا جماعه الاخوان والحزب حزب الجماعه جماعه الاصوليين اللي موجودين عندنا، احزاب كتيره جدا تقوم على الدين، رغم ان ده منهي عنه في القانون او في الدستور او غير ذلك، لكن بنتكلم على فئتين. وفي النص احزاب كتيره جدا شغاله زي حزب الوطن وحزب وزي الديمقراطي زمان والوفد وغير ذلك من الاشياء دي، كلها فئات. لو في منضمين اليها بالفعل، لو في جماعات منضمه اليها بالفعل، فاكيد الانضمام الى حزب معين وتبني قضايا هذا الحزب وتبني افكار هذا الحزب وتبني توجهات هذا الحزب اكيد بتؤثر بشكل او باخر على الاتجاهات العامه للافراد، وبتخليهم يبقى بتنعكس في اتجاهات الراي العام بتاعتهم بشكل او باخر. احنا ما عندناش هنا في مصر جماعات ضغط بشكل كبير، لكن عندنا بس عندنا مجتمعات، الجماعات المجتمع المدني او اللي هم شغالين، وفي رسائل الجماعات الخيريه اللي بتشتغل وكلهم بيجتمعوا على جمع فلوس من الناس عشان زي بنك الطعام، زي رساله، زي الاورمان، زي 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 المستشفيات المختلفه اللي بتعمل حول تجميع افراد. لكن دي مش قضايا، لا تنتمي الى قضايا كبرى تؤثر على الراي العام قد ما فكره التكافل الاجتماعي والتكافل الاقتصادي، اللي هو الناس الأغنياء يطلعوا جزء من فلوسهم للفقراء، أو يبقى في نوع من التعاون والتكافل بين الأفراد. ودي مش بتأثر قوي في الرأي العام، لكن لأنها هي عندنا هنا هي جمعيات اجتماعية أكتر منها جمعيات سياسية أو جمعيات مصالح. جمعيات المصالح في الغالب اللي هي الجامعات اللي هي بتفرض، بتحاول أن تفرض أجندتها على المشرعين من أجل الوصول إلى قرارات معينة أو سياسات لصالح هذه الجماعة أو تلك.
انا طولت عليكم في هذا الموضوع، لكن يعني انا حبيت كده اوضح العناصر الرئيسيه للعوامل المؤثره في الراي العام، الافكار الرئيسيه اللي بنتكلم عليها. وكنت عايز بس في نقطه اخيره برضو بالمره، واحنا بنتكلم عشان يبقى خلصنا موضوع، وممكن في 3 دقائق مش اكتر، اللي احنا بنتكلم فيه مراحل تطور قياسات الراي العام اللي هو الفصل الثاني، وده كان بيتكلم عن مراحل تطور قياسات الراي العام. الرأي العام مر بمجموعة مراحل. المرحلة يعني أنا قسمتها في الكتاب إلى 7 أو 8 مراحل. المرحلة الأولى من سنة مش عارف 1924 1824 ل 1800 كذا، ثم من 1916 إلى 1932، ثم إلى آخر هذه الأشياء. لكن اللي أنا عايز أقوله، طبعا ممكن تقروا في التاريخ في الفصل الثاني والعناصر الرئيسية بس اللي احنا نركز عليها المراحل الأساسية، لكن اللي أنا عايز أقوله إن هو أحيانا بتحصل دروبس كده، يعني دروبات في مسألة قياسات الرأي العام، ويبقى في عدم قدرة على التنبؤ، وهي دي اللي خلت استطلاعات الرأي العام ما بين مؤيد لها ومعارض لها. أبرز الأفكار الرئيسية كانت في 36، كان في انتخابات كبرى في سنة 36، وكان في مجلة اسمها Literary Digest، دي اللي المفروض إن هي بتعمل استطلاعات رأي عام، فشلت فشلا ذريعا في التنبؤ باستطلاعات الرأي العام. وقالت إن هو في كان الانتخابات كانت ما بين روزفلت وأحد المرشحين اللي هو لندن، وقالت إن لندن فاز بنسبة كبيرة، والآخر طلع إن هو روزفلت هو اللي فاز، ودي كانت أكبر فضيحة من اللي خلت الناس تتوقف عند اتجاهات الرأي العام في هذا الموضوع. تكرر نفس الخطأ ده سنة 48، وكان في انتخابات بين 2 مرشحين اللي هو هاري ترومان وجون ديبي، ايضا استطلاعات الراي العام وعلى راسها جالوب، توقع فوز ديبي بالانتخابات، رغم ان هو الانتخابات الاصليه اعلنت او تاني يوم الانتخابات اظهرت التفوق الكاسح لترومان وانتصاره في هذه المعركه. في 2016 من سنتين ثلاثة أو 4 سنين، الانتخابات الأساسية اللي كانت بين كلينتون وترامب، كان كل استطلاعات الرأي العام بتشير إلى أن ترامب أن كلينتون هيلاري كلينتون هتفوز وبنسبة كبيرة جدا، لدرجة أن مجلة زي نيوزويك مثلا عملت الغلاف بتاع المجلة بتاعتها وكتبت على إيه صورة لهيلاري كلينتون ومدام بريزيدنت. المفاجأة طبعا كانت آخر الليل إن البريزيدنت اللي هو الإلكتد بريزيدنت اللي كان ترامب، وبالتالي غيرت الصفحة بتاعتها، وكان ده وبدأت الناس تتكلم على متى نثق في قياسات الرأي العام ومتى لا نثق فيها. هناك يعني المؤكد إن إحنا عندنا 99.9 من استطلاعات الرأي العام بيتم الثقة بيها، بتحصل يعني خصوصا في الانتخابات، وفي حاجات كتيرة جدا ما بتحصلش، لكن دي على سبيل الندرة، على سبيل الخلاف الموضوعات الغير المتكررة. بنتكلم في 36، بنتكلم في 48، بنتكلم في 2016 في الولايات المتحدة، وبنتكلم في انتخابات 92 1992 في بريطانيا، وبنتكلم أيضا في البريكزيت بولز اللي هي كانت حصلت خصوصا بريطانيا، هل هي هتخرج من الاتحاد الاوروبي ولا لا. استطلاعات الراي العام قالت ان هو الناس مؤيده لعدم الخروج، واكتشفوا في النتائج ان الراي العام مش الراي العام، من الجمهور الامريكي او الناخبين البريطانيين يؤيدون الخروج. فدي ايضا بتخلينا نسال ونتساءل ما العوامل التي تؤدي الى قياسات وجود قياسات راي عام بشكل دقيق. وده اعتقد دكتور هشام هو اللي هيبقى مكلف ان هو يركز لكم على مساله الدقه وعلى مساله قياسات الراي العام الدقيقه، بعيدا عن الاطر النظريه اللي انا حاولت اشرحها. اللقاء المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم فيه على بعض الموضوعات اللي هي عن أساليب استراتيجيات التشكيل وأساليب التغيير، إزاي نشكل الرأي العام وإزاي نغيره، وما هي الأشياء اللي هي الأساليب التي يتم استخدامها في وسائل الإعلام أو في غيرها من وسائل الإعلام أو في غيرها من وسائل تشكيل الرأي العام حتى نصل إلى رأي عام. إزاي أشكل رأي عام وإزاي أغيره، إزاي أكون رأي عام وإزاي أحوله بشكل أو بآخر. سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة، وأرجو أن أكون قد أسعدتكم. مساء الخير.